لي جنحان وقولوا للكاوي بالنهر شخص بيصبر. السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. معكم فريخ رياكشن في فيديو جديد ورياكشن جديدة. كثير من الشباب قالوا لي اعمل لنا التراك ديال بوكلتوم اللي تقريبا شي 5 ايام نزل التراك، بس الشباب كتبوا لي في التعليقات ما شفتش التراك هذا نزل، بس يلا نشوفوا التراك ديال بوكلتوم سوان. ليتس جو. شباب شوفوا التراك ديال بوكلتوم سوان. سوان كيف ما عامل هو في الصوره، يعني هو داك الجير القبس، يعني حجر، هو من الاحجار اللي بنعرفها. وهذاك هو راه عامل لكم هنا تمثيلين من القبس، يعني من المينياتور. يعني يلا شباب نشوفوا التراك ديال بوكلتوم. بس قبل ما نضغط على بلاي ما تنسوش تنزلوا تعملوا لنا اشتراك ولايكات يا شباب، لايكات وتعليقات، اي حاجه كتبها في التعليق حنجاوبك على طول. يلا ليتس جو. Let's go. Check 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 mic. Check the sound. Yes. Play. Yeah. Bukeltum in the house. Yeah. Consider it. Swan. Yeah. بس قبل ما نكمل تراك حن دائما بوكلتوم بيدرسنا، نشوفوا شي درس اليوم جديد عند الأستاذ بوكلتوم. وقولوا للكاوي بالنار شوق صابي صبر بحضني وهو يشيل من ذقني وينشف قلبي صور. وقولوا للكاوي بالنار شوق صابي صبر بحضني وهو ينطف بذقني ويشعل قلبي صور. لكن نرجع لهاد كوبلي، بيقول قلبي صور، يعني بحال ما بيقول قلبي يعني تحجر، باين يعني باين. بس عجبني دائما الفكره توصل، الرساله موجوده. يا تشيك تشيك. وقولوا للكاوي بالنار شاك صابي صبر بحضني ويشيل من ذقني وينشف قلبي صور. وقولوا للكاوي ينشف قلبي صوان. يا يا بوكلتوم ان ذا هاوس شوق صابي صبر بحضني وهو ينطف بذقني ويشعل قلبي صوان. وطالع في وانا بشلع كبدي بيدي من بطني وانزلت رجل مني فاني قاطعها بيدي والخوان يموت. واو، انا اللي بيعجبني في الفوكل بتاع بوكلتوم والتكنيك على الباقي، محافظ على الكالتشر ديال الراب. شراوت 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 البوكلتوم. نرجع الكوبلي. شلا كبدي بيدي من بطني وانزلت رجل مني فاني قاطعها بيدي والخوان يموت عندي وما يحيا ولا يمشي الملوك ما تاكل الجيفه بس اشرب دم اللي يرمي عقد الطيب انا فاجر عقد العشر انا صور وبعد دروس يا قلبي مسخت الليلة لي جنحان. وقولوا للكاوي بالنار. يا واو 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 واو، شهادة شهادة يا شباب. شوف لي هذا طلع، شوف لي هذا التريكو. هذا انا فاجر عقد العشر انا صور وبعد دروس يا قلبي مسخت الليلة لي جنحان. وقولوا للكاوي بالنار شوق صابي صبر حضني وهو يشيل من ذقني وينشف قلبي صور. وقولوا ينشف ما بين ذقني عشان قلبي صوان. يا سلام يا سلام. نار شوق صابي صبر حضني وهو ينطف بذقني ويشعل قلبي صور. ودني صافي من جهل. شوف واحد الترومبيطه تطلع في الانسترومنت هنا كيف. يا سلام، اوريجينال انسترومنت ويشعل قلبي صواف. ودني صافي من جهلي ولي يدفعها من جيبي امانه اعطيك ويطعن في واليوم ارضاك ما تحملني.
من الواجب في عيونك فتطلب عيني اعطيها ولكن قلبي لا يلجم اذا بيطفي رحت فيه فطول عمري يعني طيها ما شاف جناحي غير ناس احارب كتير 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 شغل جامد صراحة في التراك هذا الجم إذا بيطفي رحت فيه فطول عمري يعني طيها ما شاف جناحي غير ناس رحال بصحرة كلها أشجار وحن اليوم أنا رحال قولوا للجاوي يا سلام Good job in the house Good job man Yes We قولوا للجاوي يا شوق صافي صافي حبني وهو ينطف بدقني ويشعل قلبي صوال واو 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 واي بتعلمنا درس جديد من عند بوكال تشوم في الحياة دائما تراكات بتاعو بيكون فيها يعني رسائل حلوة و يعني وبالنسبة للشغل اللي بيشتغل عليه من الماسترينج ولا من التوزيع الموسيقي ولا الانسترومنت دائما محافظ على الراب ريل راب. مهم كان معنا التراك ديال بوكال تشوم سوان تراك جديد نزل روحوا شوفوه اسمعوه عشان لو تسمع التراك مرة واثنين ثلاثة تفهم معنى التراك يعني بالحذافير بتاعه. مهم لو عجبتك الرياكشن ما تنساش تنزل تعمل لنا اشتراك اشتراك فعل الجرس ولايك لايكات يا شباب عشان تشجعونا على تكملة المضمار الموسيقي والرياكشنات الجامدة وتعليقك الحلو حنجاوبك ان شاء الله تلاور